محمد شتايلي مواطن مغربي آخر جذبه الحلم الأمريكي فقصد الولايات المتحدة، حيث استكمل دراسته الثانوية هناك، وبعدها درس تخصصات أخرى قبل أن يلتحق بعالم الشغل، حيث زاول عدة أعمال ومنها العمل بشركات السيارات وغيرها من الأعمال المتاحة له، أعمال منحته تجارب مختلفة كما يصفها. حياته الآن تعتمد على العمل والتعويل على الذات بالدرجة الأولى هنا، حيث لا أهل ولا أصدقاء يعول عليهم. السبب ديال المجيء ديال الولايات المتحدة هو كان عندي جاتني فرصة عن طريق الفيزا من العمة ديالي كان ساكنة هنايا. كنت لك ساعة في سانكيم اني في المغرب، الأب ديالي يعطيني الفرصة باش لبغيت نجي لهنا ولا نبقى في المغرب ويساعدني نحل مشروع تما ولا هذا. أنا في ذاك الوقت هذاك كان تفكيري الخارج الغربة. دخلت الهاي سكول لك ساعة كنت مازال في 16 عام، درت كونتينيوشن ديال الدراسة ديال الدراسة ديالي تما هنا في الميريكان، كملت حتى شديت الهاي سكول ديالي دبلوما، وديك الساعات عطيني دخلت كلارك كوليج، درت عامين ديال كلارك كوليج، شديت اسوسييت ديجري ديال جست ستاندرد. من تما صافي كنت باغي نرجع خرج من المدرسه والتحقت بالميدان الشغل. اشتغلت في البدايه في الهوتيل اندستري، كنت خدام في ريستوران كسيرفر. واحد الصديق ديالي فتح لي الفرصة ديال الشغل في السيارات في 2006 ولا 2005. مي جيت انا لهنايا كانت واحد الصعوبات كأي مواطن مغربي كيهاجر البلاد ديالو ويمشي لبلاد الغربة، كتكون كل شيء جديد عليك، كتحاول تنطبق وتضبط بزاف الحوايج اللي ماشي هما اللي كنتي كتدوز بهم في البلاد ديالك. الفرق ما بين الحياة في المغرب والأمريكان هو أنه الأمريكان إلا ما خدمتيش راه ما تعيش، خصك تجي لابد خصك تكون عندك عمل. فهاد البلاد هادي لابد خصك تكون العمل هو اللي ما كانش عندك صافي خصك ترجع بحالك البلاد كيحصل لك، لأن كل شيء خصك الفاتورات كيتبعوك حتى يتشهر، الا بدا خصك تكون خدام وباش تقدر توفر المصروفات ديالك باش تكون عندك حياه مزيانه، لان بلا عمل راه صعيب باش تعيش. وكل واحد كيعتمد على راسه هنايا. الحمد لله حنا المغاربه كنتجمعوا وكنتعاونوا، ولكن بنادم خصو يكون شويه قوي وعنده الرغبه باش يشتغل، باش ماشي يتمحن خارج من بلاده باش خارج من بلاده من المغرب باش يجي هنا يجلس. ما راكشي ما كاينش هنا، لان البلاد هذه العمل العمل العمل. اليوم كنت واجدو في بورت لاردل بيتش، هذا المكان اللي كنجي نضيع الوقت ديالي اللي الفارغ اللي باش كنبعد من الوقت ديال العمل ونحيد ستريس ديال العمل. كاين واحد الفرق ما بين الكولتشر المغرب والكولتشر ديال الامريكان، لانه هنا المغرب عندنا واحد السيستم بدل شويه على هنايا. هنا غير الخدمه الدار الخدمه، ما كاينش داك الامبيونس ديال البلاد اللي كتمشي تزور العائله، كتمشي تجمع مع الحباب والصحاب. كاين هنا كاين صحاب كاين حباب، ولكن ماشي بحال تكون مع الام ديالك والاب ديالك وكتكون مع العائله ديالك. كذلك داك الاكل المغربي وبزاف الحوايج اللي
ومن الناحية الدينية يعني تما في المغرب كاين المساجد كتمشي تصلي في جامع حداك، هنايا خصك تقلب على الجامع تكون شوية بعيد عليك. المغرب كيبان لي الحمد لله متقدم من ناحيه ماشي القدام، وبزاف الاصلاحات اللي خدامين فيهم كيحاولوا يوصلوا لواحد المستوى اللي قريب للدول المتقدمه. ومهم كان هذا حاجه بعد المغرب ما عمرهم يزولنا من الدم ديالنا، دائما في القلب مهما فين ما مشينا كنبقاو دائما المغرب هو المغرب، بقى عزيز علينا. الميريكان كتبان ليا بحال واحد الدوله اللي عطاتنا واحد الفرصه باش نشتغلوا فيها ونتقدموا فيها ونوصلوا لواحد المستوى اللي حسنا اللي نستافدوا منه، وكنا في واحد الوقت نرجعوا لبلادنا ونديروا شي حاجه اللي تستافدنا وتستافد البلاد ديالنا. انا في الوقت هذا كان شغال في شركه ديال السيارات، كنحاول ان شاء الله ندير مجهدي نوصل لواحد المستوى عالي في العمل ديالي اللي يمكن لي يفتح لي فرصه يمكن لي نحل محل السيارات ديالي في البلاد مكتب الله. محمد شطيلي الذي يعمل اليوم بإحدى شركات السيارات المعروفة لا يتأخر في بذل مجهود كبير لجلب الزبناء وربح مزيد من الأجر. كنجي للكليان كناخذوه كنحاولوا نجلسوا معاه في البيرو وكان نشوفوا معاه شنو بغا واش من سياره واش من شنو شحال باغي يخلص في الشهر ولا يخلص كاش شحال باغي يدفع. المهم بحال المغرب بيع وشراء هو هذا، كتحاول تعرف شنو الكليان بغا وشنو باغي يدير وك ساعات انت كتحاول تركز على شنو من سيارات تصلح له، ومن تما كنمشيو نعزلوا الطوموبيله. ملي كنعزلوا الطوموبيله كنمشيو نسوقوها، ومن سوقوها كان الى عجباتو كيعزل الكولور اللي كيعجبو هذا كنجلسو كناخذوا الانفورميشن ديالهم ونمشيو عند المدير كيعطينا الثمن. بعد ما كيعطينا الثمن كنحاولوا نوريو الثمن للكليان ونشوفوا شنو باغي هو يدير، الا عجبو الثمن ما عجبوش شي كنحاولوا نتفاهموا بحال نبيع والشراء. هو كتفاهم كيتشطر معاك شويه كيحاول يعطيك ثمن اقل من الثمن اللي في اللي في اللي في الورقه ديالك مع المدير. المهم في النهايه كتحاول توصل شي ثمن اللي كتفاهم انت وياه في نفس اللي كي ميك سنس اللي موافق عليه هو وموافق عليه المدير. باش تكون زعما كتبيع شي مزيان وتكون عندك واحد دخل ولا قدر مالي دخل مزيان، خص تكون دائما هنا في الوقت كتخدم الوقت اضافي، كتحاول تكون دائما انيق وكتكون عندك الابتسامه في وجه ديالك باش الكليان. هنا الكليان ملي كيشري الطوموبيله راه كيشريها ما عند السياره، كيشريها ما عند ما عندك انت، يعني كيشريك انت ماشي كيشري السياره، كتكون انت هو الريبريزنتيف، يعني كتكون انت هو اللي كتبين لهم داك كتبين واحد العلاقه مزيانه مع الكليان. الامريكان دريم كيبغي كيتمنى كل واحد هو كيجي كيكون عنده دارو وخدام مزيان عنده دخل مزيان ومتوفر له كل الواجبات اللي كيبغي يشريها،
ان شاء الله كنقول انا الامريكان دريم ديالي وان شاء الله نحل ديالي شي محل ديالي انا في المغرب ديال السيارات ان شاء الله باذن الله.